مانشستر سيتي هو الأقرب للفوز. بيب جوارديولا بيحقق أرقام قياسية، بيحقق مستويات عالية جدا. بيب جوارديولا واحد من أنجح المدربين اللي موجودين على الساحة الرياضية في آخر سنوات في عالم كرة القدم. يوم الأربع في مباراة أكيد أو مباراتين كلنا مترقبين المباراتين دول، واحدة منهم بتضم نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة بورتو وليفربول. مباراة مهمة جدا، ليفربول أكيد هيتأثر بغياب كوتينيو وذهابه إلى برشلونة، لكن بوجود محمد صلاح وفيرمينيو وماني ولعيبة كثيرة جدا مع قيادة فنية على أعلى مستوى خارج الخطوط ليورجن كلوب، أكيد إن شاء الله ليفربول يقدر إن هو يحسم المباراة في البرتغال وفي إنجلترا. لكن أكيد وإحنا بنتكلم على مباراة بحجم باريس سان جيرمان وريال مدريد وبنتكلم على الشامبيونز ليج، لازم ناخد رأي واحد من أهم المحللين، واحد أهم النجوم اللي كانت موجودة مع منتخب مصر والدوري الهولندي، كابتن هيثم فاروق. برحب بحضرتك. السلام عليكم عمر، وألف مبروك على البرنامج. حاجة برنامج جول شكرا متابعة، وحاجة جميلة جدا، والأستاذ محسن نبدون برضه عامل شغل عالي جدا، وأنت عارف رأيي فيك من زمان يعني. كابتن هيثم، يعني بتشرف طبعا بوجود حضرتك، وحضرتك اكيد مثل اعلى لينا ولشباب كتيره جدا موجوده. الميزه في حضرتك كابتن هيثم لما كنا بنتكلم على ازاي بتذاكر بقى وازاي بتحضر لماتشاتك، فبسم الله ما شاء الله يعني دايما في تقدم واصدار يا كابتن هيثم. لكن عايز اخد حضرتك للشامبيونز ليج ومباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد، عايز تقول، عايز اعرف من حضرتك رايك الفني في المباراه. أكيد ناس كتير بتعتبرها نهائي قبل الأوان، لأن مفيش حد من عشاق باريس سان جيرمان كان يتمنى إن هو يقع مع ريال مدريد. ونفس الشيء بالنسبة لمشجعي ريال مدريد، ما يتمنوش أبدا إن هم يقعوا مع باريس سان جيرمان، على اعتبار التدعيمات اللي عملها الفريق الفرنسي، وعلى رأسهم طبعا نيمار، مبابي، وكافاني، وكود أنخيل دي ماريا، خافيير باستوري، تياجو سيلفا، يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين في فريق باريس سان جيرمان، داني ألفيش. المباراة هتكون صعبة بدون شك، عارفين ان المباراة الأولى هتكون في مدريد، كان تعب بالنبي، على أساس ان مدريد أنهى في المركز الثاني في مجموعته الوصيف بعد توتنهام، بينما باريس سان جيرمان في مجموعته كان الأول على بايرن ميونخ والفرق اللي معاه. فالمباراة الأولى هتبقى في مدريد، والعودة هتبقى في البارك بلاي. المشكلة ان ريال مدريد بيمر بفترة عدم التزام، بفترة من الفترات اللي كان فيها بين الاثنين، وانا بشوف ان الفترة دي سببها الاول والاخير، على الرغم من حبي الشديد لزيدان وعلى الرغم من قناعتي الشديدة دي، ان هو السبب فيها، لان هو راهن على مجموعة من اللعيبة او الاسامي بالظبط كده، وما رضاش يعمل تدعيمات. يعني انت اول سنة خط الدفاع مثلا ساب بيبي، ساب كاميلو، ساب كونتراو، بالاضافه الى خامس رودريجيز، الفارو موراتا، ماريانو، كل الاسماء دي كانت تفرق مع ريال مدريد في الفتره دي، وراهن على مجموعه من الشباب، بالاضافه الى وجود الناس اللي هي بيسكو واسينسيو والمجموعه الناتشو والحاجات دي. في مشكله عند الناس دي، ان اسينسيو وايسكو، الناس دي لما تلعب مع كريستيانو رونالدو، لما تلعب مع بيكينا، لما تلعب مع جاريث بيل، مع مودريتش، مع توست، بتبقى متالقه. اما بيبقوا هم نازلين كبدلاء او يزودوا في الفريق، انما لما يلعبوا مجموعه من الشباب هيبقوا عاديين واقل من عاديين. اتفرج على اسينسيو لما بيلعب مع الصف الثاني بيعمل ازاي، غير لما بيلعب مع اكيد طبعا يا كابتن. واكبر خطا عمله زين الدين زيدان لما ريح الاساسيين في مباراه لجان في العوده في الكاس، لان المفروض هو الدوري خلاص فقد الامل فيه، يبقى يريح اللعيبه او يعمل روتيشن في ماتشات الدوري، انما ماتشات الكاس دي الكوره اللي فاضله لك، عشان كده هو خرج بره الكاس. ونتيجه المباراة الأولى الفوز بهدف أسينسيو كانت في الحقيقة طموحاته إلى حد كبير جدا. ولكن هو خسر الدوري والكأس وأمله في الشامبيونز ليج. ناس كتير بتشوف إن كفة باريس سان جيرمان أرجح، ولكن أنا أشوف برضه إن باريس سان جيرمان عنده مشاكل في خط النص، مركز حراسة المرمى، ممكن يستغلها ريال مدريد. وزي ما تعودنا عمر من أول السنة، ريال مدريد في الشامبيونز ليج غير الليجا الأسبانية وغير كأس أسبانيا، عشان كده أتوقع تكون مواجهة قوية جدا. وما تنساش ريال مدريد هو نادي القرن، هو حامل لقب حتى الان، هو 12 بطوله تشامبيونز ليج، عشان كده اتوقع صعوبه الماتش على الفريق. تتوقع كابتن هيثم ان ممكن مباراه زي مباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد تكون مباراه حاسمه في مصير احد المدربين، سواء زين الدين زيدان او يوناي امري، في تكميل مسيرتهم مع الفرق بدايه من الموسم المقبل؟
الى حد كبير زين الدين زيدان، لان انا شايف ان دي اخر فرصه في وجهه نظري. لو باريس سان جيرمان تاهل هتكون نهايه زين الدين زيدان في سانتياغو برنابيو، وهيحصل على لقب مدرب السابق لريال مدريد. انما اوناي امري لو خرج، انا في وجهه نظري ممكن يكمل لاخر السنه، لان هو هيحسم الليج بسهوله وبينافس لسه على كاس الرابطه وكاس فرنسا، فممكن يستمر لنهايه الموسم وبعد كده ممكن يتم الاستعانه بالمدرب الجديد. انما ريال مدريد اللي موقفه خطر زين الدين زيدان، واعتقد لو خسر من باريس سان جيرمان مش هيكمل مع النادي. بس يا كابتن حضرتك دلوقتي لو رئيس نادي وشايف طبعا الانجازات اللي عملها زين الدين زيدان والبطولات، بنتكلم على اثنين تشامبيونز ليج، بنتكلم على بطوله دوري، هل حضرتك شايف ان هو حتى لو خسر امام باريس سان جيرمان يتم الاطاحه بيه، ولا يبقى موجود وبدايه سيزون تكون مختلفه مع تدعيم باسامي كبيره وصفقات كبيره، ويبدا ان احنا نبدا او زين الدين زيدان يبدا مع فريق ريال مدريد بخطوه جديده؟ مشكله ريال مدريد ومشكله جماهير ريال مدريد واداره ريال مدريد ان انت لازم تكسب. قبل كده ديبوسكي خد الشامبيونز ليج وتمت الاطاحه بيه. طبعا كارلو انشيلوتي خد كاس واخد تشامبيونز ليج وتمت الاطاحه بيه. فزين الدين زيدان اعتقد مش هيستمر، ولو استمر هيستمر الشهرين ثلاثه دول لغايه ما الدوري ينتهي، لان خلاص ما فيش اي بطوله يلعب عليها، وبعد كده هيبقى في مدير فني جديد يبدا فتره اعداد ويبتدي يختار الاسماء. ولكن هو خطا كبير جدا عمله زين الدين زيدان، ان هو الحقيقه ما عملش تدعيمات واستغنى عن مجموعه كثيره جدا من اللاعبين كان ممكن تفيده في مشواره. طيب اخد حضرتك لمباراه ايضا مهمه، مباراه بورتو وليفربول، بما ان المصري محمد صلاح هيبقى موجود في المباراه. شايف مباراه بورتو وليفربول، هل ممكن ليفربول يحسم اللقاء في البرتغال؟ ماتشات النوك اوت ستيج تحديدا في الشامبيونز ليج مفيش مباراه واحده تحسم الصعود، لازم بنتيجه الماتشين حتى لو كسبت خارج ملعبك. بالظبط. دعني الاول عمر يعني بالحاجات اللي انت جبتها لمحمد صلاح جميله جدا، يعني شعور بالفخر واحنا بنشوف نجمنا المصري محمد صلاح بيتالق في الملاعب الاوروبيه. يعني الواحد الحقيقه بيقعد يتفرج على الماتشات وهو في غايه الزهو ورقبته مرفوعه وراسه مرفوعه، وفخور جدا محمد صلاح بيدي فكره جميله جدا عن الرياضه في مصر بصفه عامه والكره المصريه بصفه خاصه واللاعب المصري. يعني انجازات ما بعدها انجازات، اتمنى ان شاء الله ربنا يكملوا على خير ويبقى عنده صبر وثبات. ولكن هي ظروف صعبه، بورتو من الفرق اللي سبق ليها الفوز في البطوله الاوروبيه كده، وعارفين اللاعب العربي الوحيد رباح ماجر نجم الجزائر هو اللاعب العربي الوحيد في التسجيل عن فريق بورتو. ولكن مستوى بورتو مش زي بورتو في السنوات اللي فاتت، حتى ايام ما كان معاهم جيم رينج في البدايه ممكن في صعوبه في دراجاو، ولكن اعتقد في الانفيلد ليفربول هيقدر من خلال الجماهير ومن خلال التشجيع والجنون لعشاق بيت ان هو يقدر يحسم شايف يا كابتن ايسر ان محمد صلاح ممكن ينتقل لريال مدريد بنهايه الموسم، وهل فعلا ان محمد صلاح لو الافضل فيه او الافضل ليه ينتقل لريال مدريد، ولا ممكن يكمل سيزون كمان مع ليفربول؟ هي راجعه له طبعا، ولكن انا اتمنى ان هو يستمر الموسم كمان مع ليفربول، وبعد كده ان شاء الله ينتقل الى اي مكان كمان. الاستقرار مهم جدا في حياه اللاعب، لان برضه ريال مدريد اسم كبير وفي لعيبه تقال، فممكن ما يشاركش بصفه اساسيه في ريال مدريد لو انتقل، وبالتالي ممكن يؤثر على مستواه التهديفي وعلى مستواه وعلى ادائه وعلى نفسيته، لان انت عارف محمد طبعا لما بيلعبش نفسيته بتتعب زي ما حصل له في تشيلسي. ولكن اتمنى ان هو يستمر الموسم كمان مع ليفربول، وبعد كده ان شاء الله يحلها ربنا ان شاء الله ينتقل لريال مدريد، ينتقل لبرشلونه. لكن انا فخور جدا بالامام محمد صلاح، والنني كمان كنت لسه اقول لحضرتك لسه هاخدك يا كابتن، ما تقلقش يا كابتن ايسم، هاخدك على النني واخدك على رمضان صبحي. شايف النني بيتعامل بذكاء كبير في وجوده ارسنال، ان هو رافض كل العروض ان هو يطلع اعاره ويبقى موجود ويمسك في الفرصه ويشارك مع فريقه سواء في الكاس او في الدوري؟ الحقيقه النني مظلوم اعلاميا طبعا يا كابتن بشكل كبير. انا شايف ان الحقيقه ناس كتير بتتكلم عنه مش مدين له حقه. النني اكتر لاعب في تاريخ مصر حقق بطولات خارج مصر من خلال الاحتراف، من خلال بطولات خدها مع بازل سواء دوري سواء كاس. لعيب المصري الوحيد حقق بطوله في انجلترا، خد الاف اي كاب وخد الكونتيننتال شيلد، بقى خيريه في بدايه الموسم، والاثنين
2-2 كان على حساب تشيلسي، والاحسن من كده كمان ان هو شارك في الماتشين طبعا كلاعب اساسي. صح يا كابتن مظبوط. انا شايف ان النني يعني مش سهل ان انت تاخد، ولسه كابتن كسبان لاعب الشهر مع ارسنال، يعني لسه التصويت كان النهارده وكسب جائزه لاعب الشهر على مسعود اوزيل. صحيح، وانا كمان برشح الارسنال ان هو يكون منافس قوي على اوروبا ليج هذا الموسم. فانا شايف ان هو يعتبر وسد يعني تحمل، على الرغم من ان الانظار كلها متجهه على محمد صلاح وده شيء طبيعي، ولكن هو ما شاء الله عليه ولد مكافح وصبور، وانا اعتقد ان هيعمل انجازات كبيره جدا في الفتره القادمه ان شاء الله. وانا سعيد بمستواه انه عنده صبر كبير جدا وعنده كفاح وعنده طموح وما بيقاسش بسهوله، وساعات يخرج بره التشكيل، ساعات يلعب بديل، ساعات يلعب اساسي، ودايما دايما موجود وجاهز، وانا بعتبره جوكر بالنسبه لارسنال فينجر، لانه لعب قبل كده في نص الملعب، لعب تحت المهاجمين، لعب في الدفاع، فما شاء الله عليه ممتاز جدا برضه. رمضان صبحي يا كابتن ايسن، شايف ان هو مشاركته مع الريزيرف تيم او مع الرديف وعدم مشاركته مع ستوك سيتي في الفريق الاول، شايفها ازاي؟ او شايف مستقبل رمضان صبحي ممكن الفتره اللي جايه ممكن يكون ايه؟ ما تقللش منه ابدا، يعني خصوصا رمضان بالظبط يا كابتن، سنه صغير، كلنا لعبنا مع الفريق طبعا، كلنا من اكبرنا لاصغرنا، هاني رمزي لعب مع فريق ثاني، لان انت ساعات في فتره من فترات تبقى راجع من اصابه، بيبقى عندك اصابه فبتلعب مع فريق ثاني، شيء طبيعي. يا كابتن ايسام انا شايف يا كابتن ان مشاركته مع ريزيرف تيم دي بتخليه يحافظ على مستواه، حضرتك عارف ان لياقه الماتشات الرسميه غير التمرينات غير المباريات الوديه. طبعا طبعا، انت كفايه ان انت بتتدرب مع المجموعه دي، بتاخد فكر غير اللي انت كنت بتاخده في مصر. يعني انا شايف ان هو اتطور في الفتره اللي فاتت دي رمضان صبحي. يمكن اول سنه قابلته المشكله ان هو كان بيلعب مكان ارناوتوفيتش، وده كان اغلى صفقه في ستوك سيتي، كان صعب ان هو يلعب عليه، ولكن بعد كده لما مشي وابتدى رمضان يشارك حتى وان كان بديل، حتى وان كان بيشارك في اوقات معينه في الدراما ما بيبقاش، ولكن في تطور، السنه دي بيسجل ومش هدف واحد اكثر من هدف، وساعات بيبدا بدرايف اساسي وساعات بيشترك، فانا شايف ان ده شيء طبيعي اللي بيعمله رمضان صبحي بالنسبه لسنه، وانا شايف في تطور كبير جدا، وباذن الله يقدر يثبت نفسه عشان ينتقل لنادي اكبر، وان كان ستوك سيتي والبريمير ليج برضه اسماء كبيره، احنا طبعا بنتفرج على المستوى دي، وبقالك احنا هنا اربع خمس لاعبين بيلعبوا في البريمير ليج بالاضافه الى محمدي في الثانيه. حجازي وعلي جبر، ابدا مع حضرتك بحجازي، اكيد متالق، اكيد بيحرز اهداف، اكيد ماشي بشكل اساسي مع فريقه، لكن هل لو تم هبوط فريق ويست بروميتش لدوري الدرجه الثانيه او الشامبيون شيب، هل ممكن حجازي يتم بيعه لاحد الانديه الانجليزيه القويه، ولا ممكن حجازي يبقى موجود مع فريقه في دوري الدرجه الثانيه وما يشاركش في البريمير ليج؟ يعني انا اتصل دايما بحجازي ومن تحديدا، بس انا ما بقولوش الكلام ده حجازي، انا اتمنى ان ويست برونش ياخد. ليه بقى يا كابتن ايسام؟ لا، لان لو هبط ويست برونش اظن حجازي هيروح النادي اكثر، في مواهبه حاليا اكثر، هو انت مظلوم مع الفريق ده، واحنا شفنا حظ الفريق عاسر الى اقصى درجه، فريق خسر خمس ست ماتشات، يكون كسبان ويتعادل في الدقيقه 90 او يكون متعادل ويخسر في الوقت بدل الضايع، حظهم وحش جدا، وحجازي بيعمل مجهود ومستوى ومباريات كبيره جدا. بسم الله ما شاء الله، طبعا طبعا يا كابتن. فهو لو الفريق هبط للتشامبيون شيب اعتقد هينتقل لنادي افضل، وهيكون نادي في نص الجدول الاماني الاول يعني، فانا يعني مش عايز اقول لحجازي الكلام ده، بس انا عايز النادي ينزل عشان هم يبقوا فعلا يبتدي يلعب بشكل افضل، وخصوصا ان كاس العالم حاسب معاك كتير جدا، بس انا بس ببعد عن المجموعه دي كلها وعن لعبتها في المستوى الافضل. طيب اخدك لواحد تاني مظلوم اعلاميا، انا شايف ان هو مظلوم اعلاميا، مظلوم بالرغم ان كان عنده امكانيات رهيبه جدا يا كابتن ايسام، تريزيجيه، هل حضرتك شايف ان انتقاله للدوري التركي، وطبعا هو متالق بيجيب اهداف وبياخد طبعا جوائز كتيره جدا، لكن هل شايف ان تريزيجيه بعد كاس العالم ممكن نلاقيه في احدى الدوريات الاوروبيه الخمسه الاقوياء اللي احنا بنشوفهم؟ ده اكيد، برافو عليك، يعني انا يمكن كنت معارض انتقال تريزيجيه من اندرلخت او موسكون لفريق قاسم باشا التركي، ولكن انا بشبهها بحركه انتقال صلاح تشيلسي لفيرنتينا، في دفاع كبير جدا عن تريزيجيه ان هو يشارك اساسي، خصوصا ان هو عنده كاس عالم بعد شهور قليله ان شاء الله، تالقه واضح وباين بفاصل تاني، وانا شايف ان هو لو ما انتقلش لنادي في احد الدوريات الكبرى
ممكن ينتقل لنادي كبير جدا في التركيا. اعتقد ان شجاع طبعا في تركيا في تركيا اعتقد ان هو مش هيجيبوا الاحتياج دي ولا هيعدي تحت بيهم بعد التالق الكبير اللي بيعمله. طب يعني اخد حضرتك اخيرا الى بقى تجربه الدوريات الخليجيه ومقارنتها مع اللعيبه اللي خرجوا من الدوري السعودي راحوا الدوري الاسباني، هل حضرتك شايف ان دي تجربه مفيده للعيبه المصريه خصوصا قبل كاس العالم، ولا كانوا يبقوا موجودين في الدوري المصري ويتم اعارتهم لانديه مصريه افضل؟ لا انا اعتقد ان انتقالهم للانديه الخليجيه تحديدا الانديه السعوديه هيفيد. ليه؟ لان احنا في يوم من الايام كان الدوري المصري بدون ادنى شك اقوى من الدوري السعودي، ولكن خلينا منصفين وخلينا واقعيين، حاليا الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري بامكانيات، بمستوى اللاعبين، بمستوى المدربين، بالمبالغ اللي بتدفع، بالنقل التلفزيوني، بالحضور الجماهيري، بالاستادات، كل شيء. يعني الواحد عشان يعرف هو واقف فين وعشان يكون منصف لازم يقول اللي بيجي يقول عليه. الدوري السعودي حاليا يصنف اعلى من الدوري المصري، فدي خطوه ممتازه بالنسبه للاعبين المصريين، ولكن اهم حاجه ان هم يشاركوا بصفه اساسيه، لان ثم اللاعب ما بيشاركش تعتبر نقطه سلبيه، اهم حاجه ان هو يشارك عشان تبقى رجله في الملعب وعشان يبقى في الفورمه. يعني اخيرا حسين الشحات والطفره اللي عملها في الدوري الاماراتي واحرازه يمكن هدف اخير، وقبليها كابتن ثلاث اهداف هاتريك، وبدا ان يبقى في علاقه حب وود ما بينه وما بين الجمهور العين، فعايز اعرف من حضرتك هل حسين الشحات ممكن نشوفه مع منتخب مصر في كاس العالم، ولا ممكن نقول ان الباك رايت او الناحيه اليمين في منتخب مصر محجوزه؟ هو يمكن هيكتور كوبر من نوعيه المدربين اللي ما حدش يقدر يفرض عليه حاجه، ولكن انا يمكن مرتبط بنادي العين من فتره، من ايام ما كان الكابتن حسن ضاح فضل اعرف كثير ناس، ودايما بتابع مباريات نادي العين، هو النادي المفضل بالنسبه لي في الامارات، عشان كده بتفرج على مباريات حسين الشحات، وفي ارتباط كبير جدا بينه وبين الجماهير، وعمل اسم بسرعه، واعتقد جات له عروض من انديه اماراتيه وانديه سعوديه. اتمنى يكون في اجنده بشكل كبير المعسكر الجاي، وكنت اعلم ان هو هيكون احد افراد المعسكر القادم في مارس باذن الله. لو استمر على هذا التالق اكيد هينضم لمنتخب مصر، واكيد هيكون ضمن السكواد المسافر لروسيا باذن الله، ولكن حتى يكون يلعب اساسي او احتياطي اعتقد ممكن يجد فيها صعوبه، لان ثبات التسجيل شيء مهم جدا عند هيكتور بيترز، وهو واحد من المدربين بيغيره بصعوبه شديده، وتقدر انت تشوف ال 11 لاعب اللي هيبداوا في الفتره اللي جايه الا اذا واحد بقى مستواه تراجع بنسبه كبيره او لا قدر الله اصيب، ولكن بدون شك حسين الشحات بيقدم مستويات متميزه ويستحق الانتظام بين كابتن هيثم. بشكرك شكرا جزيلا، عايزك بقى تستحملنا الفتره اللي جايه كابتن هيثم في الاتصالات اللي هنكلم حضرتك فيها، طبعا اكيد استفدنا من معلومات حضرتك ورؤيه حضرتك الفنيه. كان معانا كابتن هيثم فاروق نجم منتخب